منتجع صاخكاتور في جمهورية أرمينيا. أرحب بكم وسأتجول قليلا في أحد شوارع هذه المدينة الصغيرة الجميلة التي طالما اصطحبنا سواحنا وأعجب بهذا المنتجع الجميل. إنه المنتجع الشتوي في أرمينيا. كثيرا ما فضلوا سواحنا الإقامة في هذا المنتجع ليلتان أو ثلاثة ليال. بإمكانكم الإقامة هنا سواء كنتم في فصل الصيف أو في فصل الربيع أو في فصل الشتاء، وإن كان فصل الخريف أيضا، لأنكم في كل الفصول التي فيما لو زرتها ستجدون مشاهد طبيعية مختلفة عن الفصول الأخرى التي زرتها. مثلا في الربيع ستجدونها بألوان الخضار وألوان الورود الزاهرة. في فصل الصيف تختفي أجزاء من الزهور ويبقى الخضار. في فصل الخريف ستجدون الخضار قد تحول إلى ألوان رائعة من الأحمر ومشتقات اللون الأحمر، من البرتقالي ومشتقات البرتقالي. أما لو حالفكم الحظ وإن تواجدتم في فصل الشتاء في هذا المنتجع فهذا أمر آخر، والذي هو أروع المواسم، أروع المواسم بمعنى الكلمة. ستجدون كل شيء من حولكم قد تغير لونه إلى اللون الأبيض، وستجدون السواح من مختلف دول العالم يتوافدون هنا للاستمتاع برياضة التزلج على الثلوج. لكي لا أطيل عليكم الكلام لنتحول إلى خارج الفندق وأصور لكم جوانب من هذه المدينة الصغيرة. وإن كنتم أول مرة تزورون هذا القناة، أنا أرابات للسياحة، أدعوكم للاشتراك بهذا القناة. أضغط زر الاشتراك لكي تكون أحد متابعينا وأحد أصدقائنا. تابعونا.